يا اسناني ما بقدر انام او العب. اسماء اختي احكي لي كيف ممكن اسناني تصير حلوه زي اسنانك؟ المعلمة علمتنا بالصف كيف نفرش أسناننا بالفرشاة والمعجون اللي فيه فلورايد، وأنا كل يوم الصبح بفرش أسناني كمان قبل ما أنام بفرشيها منيح لمدة دقيقتين كاملة. إذا بدك بعلمك كيف. بدي. وشو كمان بتعملي عشان أسنانك؟ وأنا كمان ما باكل كتير حلويات وما بشرب كولا، وبدالهم باكل تفاحة وخضروات وبشرب حليب. عن جد؟ خلص أنا من اليوم بطلت أكل شوكولاتة وكولا. طيب أنا لأسناني بوجعون شو أعمل؟ لازم تروحي تزوري دكتور الأسنان حتى لو أسنانك ما بوجعوكي، ولازم تزوري دكتور الأسنان مرة بالسنة عشان تتأكدي إنه أسنانك سليمة.